السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة الصف الأول الثانوي في منصة البث المباشر لوزارة التربية والتعليم. إن شاء الله يا ولاد النهاردة بنكمل مع بعض درس تضاريس مصر اللي كنا بدأناه من الحصة اللي فاتت واللي قبلها. اتكلمنا عن القسم الأول وادي النيل والدلتا ومنخفض الفيوم، والمس الأسبوع اللي فات مس إيمان معاكم اتكلمت عن القسم الثاني اللي هو الصحراء الغربية والقسم الثالث الصحراء الشرقية. هنراجع عليهم كده مراجعة سريعة وبعد كده هنكمل شبه جزيرة سيناء. طيب بالنسبة للصحراء الغربية زي ما هو باين قدامنا كده، الصحراء الغربية حوالي 68% من جملة مساحة مصر. زي ما انتم شايفين كده تقريبا شكلها أقرب شكل هندسي ليها هو الشكل المستطيل. حدودها من البحر المتوسط شمالا حتى الحدود زي ما مس بتشاور كده، حتى الحدود مع السودان جنوبا، من وادي النيل شرقا حتى الحدود مع ليبيا غربا. ده بالنسبة للامتداد بتاعها. طيب اتفقنا انه شكلها اقرب الى المستطيل، مساحتها 68% من مساحة مصر. طيب ايه الاقسام ايه اللي ممكن نلاقيه في الصحراء الغربيه؟ احنا متفقين ان دروس التضاريس دي زي ما علمناكم كده من المرات اللي فاتت، دروس التضاريس دي ببساطه عباره عن خريطه. لازم تبقى عينيك وشايفه الخريطه كويس جدا وشايفه اي ظاهره بنقول اسمها او بنوزعها على الخريطه. انا عندي ظاهرتين رئيسيتين في الصحراء الغربيه، عندي الهضاب وعندي النطاق الساحلي. الهضاب ده هو الجزء الاكبر. بالنسبه للهضاب انا عندي الهضبه الجنوبيه والهضبه الوسطى وهضبه مرمليك. طيب بالنسبه للهضبه الجنوبيه طبعا احنا بنراجع اولاد، يعني هنقول بسرعه اسرع، انا هقول اسرع شويه ما اتشرح المره اللي فاتت. الهضبه الجنوبيه امتدادها او موقعها بتمتد من الحافه الجنوبيه لمنخفض الداخله والخارجه او منخفضي الداخله والخارجه ولحد خط الحدود مع السودان. معنى كده انه معظم الداخله والخارجه كده هيقعوا فيها ولا مش فيها؟ لا طبعا كده معظمهم مش هيقعوا فيها وهيبقوا موجودين في الهضبة الوسطى. بالنسبة لحدودها غربا الحدود مع ليبيا وشرقا وادي النيل، وادي النيل ده ثابت عندنا كده مش هنغيره. مساحتها تقريبا حوالي تلت مساحة الصحراء الغربية. طيب نشوف خريطتها كده ونقول ايه الحاجات اللي موجودة فيها. عندنا هضبة الجلف الكبير ودي في الجزء الغربي من الهضبة الجنوبية، وعليها أيوة نخلي كده الخريطة، وعليها طبعا على الهضبة في جبل العوينات، وطبعا اتذكر معانا قبل كده زي ما اتكلمنا ساعة التكوينات الجيولوجية وفي تكوينات زمن أركي. يبقى فيها هضبة الجلف الكبير تقع في الجزء الغربي، الهضبة نفسها اللي هي الهضبة الجنوبية بتشغل حوالي ثلث مساحة الصحراء الغربية. طب الهضبة الثانية بنشاور عليها هي الهضبة الوسطى، بتمتد في وسط الصحراء الغربية، شمالها هضبة مرمريكا، جنوبها الهضبة الجنوبية، غربها الحدود اللي مع ليبيا، خط الحدود مع ليبيا، وشرقها زي ما اتفقنا وادي النيل. ايه الظواهر التضاريسية اللي موجودة فيها حتى وان كانت مش موجودة في كتاب الوزارة؟ لازم نبقى عارفينها من قلب الخريطة. عندي مجموعة من المنخفضات زي منخفض الواحات البحرية وزي الفرافرة وزي سيوة وزي ما اتفقنا معظم الداخلة والخارجة بيقع فيها. عندي كمان أشكال رملية زي بحر الرمال العظيم زي ما الميس قالت لنا المرة اللي فاتت، هو مش بحر ولا حاجة بس زي ما انتم شايفين كده مساحته كبيرة، رمال شديدة النعومة، كثبان رملية. وعندي غرد أبو المحاريق وده أحد أشكال الكثبان الرملية اللي ممكن الكثبان تاخد شكل طولي زي الغرد كده، ممكن تاخد شكل هلالي، ممكن تاخد شكل نجمي. دي كلها اسمها كثبان رملية، وهو الغرد عموما كثبان رملية طوله 350 كيلو متر. بالنسبة لهضبة مرمريكا ودي آخر واحدة، دي موجودة في شمال الصحراء الغربية، دي هضبة ما فيهاش أي تكوينات رملية، دي هضبة صخرية يعني تقريبا سطحها كله صخري خالي من الرواسب الرملية. شمالها زي ما انتم شايفين السهل الساحلي المطل على البحر المتوسط، وجنوبها منخفض القطاره ومنخفض سيوه. هي بتقرب او بتبقى قريبه جدا من السهل الساحلي خصوصا عند منطقه السلوم. طيب بالنسبه للنطاق الساحلي معانا بيمتد من غرب اسكندريه حتى السلوم وبتعرف باسم اقليم مريوط. يبقى بيمتد من غرب مدينه اسكندريه شرقا، ده بعد ما نخلص الدلتا بقى خلاص.
ولغايه السلوم، وبيعرف الاسم المشهور بيه النطاق الساحلي اسم اقليم ماريو. طب ايه الحاجات اللي بتميز النطاق الساحلي ده؟ طبعا انتوا عارفين ان هو بيطل على ساحل البحر المتوسط، وبالتالي احنا لازم هنا نتكلم عن خط الساحل بتاع البحر المتوسط. هنلاقي فيه رؤوس ارضيه زي راس الضبع ورأس الحكمة ورأس علم الروم، والناس وضحت لنا المرة اللي فاتت إنه الرأس الأرضي هي بروز أو نطوق صخري داخل الميون. الخليج اللي هو تغلغل المية داخل اليابس ده زي خليج العرب. خليج العرب يا ولاد، ما نقولش الخليج العربي عشان الخليج العربي ده في حتة تانية. وطبعا المنطقة دي بتتميز بوجود الشواطئ الرملية. طب القسم التاني هو الصحراء الشرقية. الصحراء الشرقية بتمتد من وادي الطميلات في الشمال لغاية الحدود مع السودان في الجنوب، ومن ساحل البحر الأحمر وخليج السويس شرقا حتى وادي النيل غربا. نقول تاني كده، من وادي الطميلات زي ما باين قدامنا على الخريطة في الشمال حتى الحدود السياسية مع السودان في الجنوب، ومن ساحل البحر الأحمر في الشرق حتى وادي النيل غربا. مساحتها يا ولاد 22%، وزي ما انتم شايفين طبعا مساحتها مقارنة بالصحراء الغربية أصغر كتير. متقسمة لإيه الصحراء الشرقية؟ لأربع أقسام. يبقى الصحراء الغربية قسمينها لجزئين ليه؟ لأنه الميزة العامة اللي في الصحراء الغربية هي ضب، وجزء عبارة عن نطاق ساحلي. أما الصحراء الشرقية مقسمينها لأربع حاجات: خط الساحل، السهل الساحلي، جبال البحر الأحمر، والنطاق الهضبي. خط الساحل طبعًا إحنا عارفين هو يعني الجزء اللي بيلتقي فيه اليابس مع المية، نقطة التقاء اليابس مع المية، من رأس خليج السويس شمالًا حتى رأس حدربة جنوبا، وطبعا الاتجاه العام بتاعه نحو الجنوب الشرقي، اي من الشمال الغربي حتى الجنوب الشرقي. في معظم اجزائه زي ما احنا شايفين بيتميز بالاستقامه، على عكس ساحل البحر المتوسط اللي بيتميز بالتعرج. احنا كده بنراجع مع بعض الصحراء الشرقيه، وزي ما ميس مرسى قالت بينقسم الى خط الساحل، خلاص خلصناه، يليه على طول السهل الساحلي، وده بيقع ما بين خط الساحل شرقا ومرتفعات البحر الأحمر غربا، وده بيتميز باستوائه وانه بيغطيه غطاءات رملية ومفتتات. يلي خط الساحل عندي، يلي خط الساحل ظهير جبلي متمثل في جبال البحر الأحمر، متمثل في جبال البحر الأحمر اللي بتتميز انها بتمتد من الشمال على طول خط ساحل البحر الأحمر في مصر والسودان وأريتريا. بس الجبال دي سنة أولى بتتجه بشكل عام من الجنوب الشرقي نحو الجنوب الشرقي، يعني من الشمال الغربي نحو الجنوب الشرقي، ودي مستمرة عندي زي ما قلنا في مصر والسودان وأريتريا. قلنا إن هي عبارة عن سلسلة من الجبال، مجموعة من الجبال، عشان كده قالوا عليها سلسلة، زي جبل الشايب وجبل حماطة وجبل علبة وغيرها من الجبال. أعلى جبل فيها هو جبل الشايب، وده بيعد أعلى قمة جبلية فيها، لأن تقريبا ارتفاعه 2184 متر. هو احنا يا مس بنحفظ الأرقام؟ لأ، بس أنا باخذ من مدلول الأرقام إن أعلى قمة جبلية فيه هو جبل الشايب. الجبال دي بتنحدر بشدة تجاه ساحل البحر الأحمر أو تجاه الشرق، وقلنا الشرق اللي هي الايد اليمين، وتنحدر انحدار تدريجي تجاه الغرب او اتجاه وادي النيل. اما بتسقط عليها امطار غزيره على هيئه سيول، الامطار دي بتجرف لنفسها او بتنحت لنفسها الطريق في الجبل، يطلق عليه وادي. عشان افرقه عن وادي النيل قلنا عليه وادي جاف، والاوديه الجافه هي الاوديه التي، برافو عليكي وبرافو عليكم، هي اللي نحتتها مياه الأنهار. وطبعا الأودية جزء منها بيتجه نحو الشرق، وجزء بيتجه نحو الشرق نحو البحر الأحمر، وجزء بيتجه أو بعض منها بيتجه نحو الغرب تجاه وادي النيل. الأودية اللي بتتجه نحو الشرق مثال على كده زي وادي الجمال وادي علم، ودي بتتميز بأنها شديدة الانحدار وقصيرة. أما الأودية الغربية اللي بتتجه نحو الغرب فتتميز بأنها أقل انحدارا وأقصر طولا، وأمثلة على كده عندي وادي الأسيوطي، وادي قنا، وادي العنقي. أدي وادي على وادي الجمال، ودي من الأودية اللي بتتجه نحو
البحر وبتتميز البحر الأحمر أو نحو الشرق، وبتتميز بأنها قصيرة وشديدة الانحدار. أما الأودية اللي بتتجه نحو الغرب فقلنا إن مثال على كده زي وادي قنا ووادي الأسيوطي ووادي العنق. طب يا مس، الأودية دي ممكن تعمل فينا إيه؟ دي ممكن تجري في التربة، لأن المية وهي نازلة مية سيول جارفة بقى ونحتة، فهتدمر القرى والطرق والكباري وتشرد الآلاف والملايين اللي عايشين في وادي النيل. تمام. طب الحل يا مس إيه؟ الحل إن أنا أجي على فتحة الوادي من تحت أعمل سدود أو سد. السد ده يمنع وصول مياه الأنهار اللي بتجري في الوادي الجاف من الوصول إلى وادي النيل، أحجزها واستفيد فيها منها في عملية الزراعة أو تربية الحيوان. يلي النطاق الجبلي نطاق هضبي، ينقسم إلى قسمين: هضبة في الشمال أقول عليها الهضبة الجيرية، هضبة المعازة الجيرية، شمال ثانية قنا أو شمال تعريج قنا، وهضبة في الجنوب هضبة رملية يطلق عليها هضبة العبدة، ودي موجودة جنوب ثانية قنا. وبكده يا شباب يبقى رجعنا مع بعض في عجالة سريعة، وطبعا الأسئلة دي تناولناها بشيء من التفصيل الحصة اللي فاتت. النهاردة بقى إن شاء الله هاخد آخر قسم تضاريسي عندي وهو شبه جزيرة سيناء. الأقسام التضاريسية لشبه جزيرة سيناء هتتقسم إلى ثلاث أقسام. بس قبل ما أقول أقسام شبه جزيرة سيناء الحبيبة، أغلى جزء عندنا، مساحة سيناء 61,000 كيلو متر مربع. مساحة سيناء قد إيه يا شباب؟ 61,000 كيلو متر مربع. يا مس إحنا بنحفظ؟ لا، بس أنا بس بعرف من مدلول الوادي أو من مدلول الرقم إن شبه جزيرة سيناء ما هي صغيرة زي شبه جزيرة يطرق على ذهني على طول إن هي مساحة صغيرة. لا، ده 61,000 كيلو متر مربع. العلماء عشان يقسموها ويقدروا يدرسوها تضاريسيا تدريس دقيق قسموها لي إلى ثلاث أقسام تضاريسية متمثلة في النطاق الشمالي على التوالي كده من الشمال للجنوب، النطاق الشمالي، النطاق الهضبي الأوسط، وبالتالي ده من اسمه هيبقى في وسط شبه جزيرة سيناء، والمثلث الجبلي جنوب سيناء، وده خدناه أو تطرقنا إليه قبل كده. طب واحدة واحدة بقى وناخد قسم قسم. أولا النطاق الشمالي من اسمه يا مس هو بيقع في الشمال، برافو عليك. النطاق الشمالي ده بيتميز إنه بيمتد من رفح شرقا، برافو عليكم، بيمتد من رفح شرقا، وبقول رفح شرقا ليه؟ او من شرق رفح شرقا، من شرق رفح شرقا يعني رفح كلها مصريه تقع ضمن شبه جزيره سيناء وضمن الاراضي المصريه، حتى شرق التفريعه غربا، تفريعه قناه السويس غربا. تاني كده، من شرق رفح شرقا حتى شرق التفريعة غربا، تفريعة قناة السويس. ليه عدة خصائص ومميزات. أولا بيتميز بانخفاضه وقلة انحداره، بتنتشر فيه الكثبان الرملية اللي بنقول عليها تعتبر سلاح ذو حدين. ليه يا مس الكثبان الرملية؟ الكثبان الرملية عبارة عن تجمعات من الرمال، غطاءات رملية تكونت بالفعل، برافو عليكم، التعرية الهوائية أو تعرية الرياح، نحت ونقل وإرسال. تمام. طب سلاح ذو حدين ليه يا مس؟ يعني بتضر وبتفيد في نفس الوقت؟ ايوه، برافو عليكم، سلاح ذو حدين يعني بتضر وبتفيد في نفس الوقت. طب ايه يا مس الفرق الفايده اللي بتقعد علينا من الكثبان الرمليه، او اقدر استفيد منها بايه؟ تستخدم الكثبان الرمليه كخزانات طبيعيه لمياه الامطار. يعني ايه؟ يعني لما بتسقط امطار بتمتص مياه الامطار وتخزنها في باطنها على هيئه مياه جوفيه، خزانات للمياه الجوفيه. تمام. طيب والضرر بقى بتاعها، مش بتقولي سلاح ذو حدين يعني مفيده وبتضر في نفس الوقت، طب دي الفايده بتاعتها. طب والضرر بتاعها ان هي ممكن تؤدي الى ردم الطرق يا شباب، وبالتالي تؤدي الى وقوع العديد من حوادث السيارات او حوادث الطرق بصفه عامه. على طول لازم، او الدوله بتبذل مجهود وفوق العاده او جهد كبير من اجل تنظيف أو القضاء أو إزالة الغطاءات الرملية من الطرق عشان نقلل عملية حوادث
السيارات. ده بالإضافة لأنها بتنتشر في النطاق الشمالي السبخات والمستنقعات. طب يا مس احنا عارفين المستنقعات، استبخة يعني ايه؟ استبخة هي أرض منخفضة، أرض منخفضة. استبخة هي ايه؟ أرض منخفضة، ولكنها تتميز بأنها متشبعة بالأملاح، نسبة الأملاح فيها عالية جدا جدا، وده لسببين، إما لأنها قريبة من البحر أو لأن المياه الجوفية اللي فيها مياه مالحة، فبالتالي هي بتتميز بتشبعها الشديد من الأملاح، وهي بتبقى رطبة في فصل الشتاء وجافة في فصل الصيف. رطبة في الشتاء وجافة في فصل الصيف، ده بالإضافة إلى وجود بحيرة عرضية مستطيلة الشكل متمثلة في بحيرة البردويل. احنا خدنا كل البحيرات هناك في الدلتا يا مصر، شمال الدلتا، المنزلة والبرولوس وإيدكو ومريوط، كل ده تبع الدلتا. البحيرة الوحيدة اللي تبع أو خارج نطاق الدلتا عندي بحيرة البردويل، وهي بحيرة عرضية أو بحيرة مستطيلة الشكل، أهي بتقع في الشمال تطل على البحر المتوسط، ويربطها بحر المتوسط بفتحات لتجديد مياه البحيرة وإدخال الكائنات البحرية، أسماك أو غيره من الكائنات الحية، عن طريق فتحات صغيرة يطلق عليها بوغاز. تمام كده يا شباب؟ ده بالإضافة إلى وجود التلال القبابية زي تل الحلال والجدي والمغارة. نقول تاني، يبقى النطاق الشمالي هو سهل ساحلي يطل على البحر المتوسط، على الساحل الجنوبي للبحر المتوسط، يمتد من شرق رفح شرقا حتى شرق تفريع قناة السويس غربا. بيتميز النطاق الشمالي بعدة خصائص: انخفاضه وقلة انحداره، وجود الكثبان الرملية اللي بتستخدم كخزانات طبيعية لمياه الأمطار، وجود بحيرة عرضية أو مستطيلة الشكل متمثلة في بحيرة البردويل، ودي البحيرة الوحيدة عندي اللي بتقع في شمال مصر خارج الدلتا. عندي كمان بحيرة في الجنوب بس دي خالص في جنوب مصر، وهي بحيرة السد العالي أو ما يطلق عليها بحيرة ناصر. بالإضافة إلى وجود التلال القبابية زي تل الحلال والجدي والمغارة، وعرفنا إن هي ناتجة عن حركات الالتواء القادمة من الشمال الشرقي. ده بالإضافة إلى وجود السبخات، وعرفنا يعني إيه مصطلح سبخة، هو عبارة عن أرض منخفضة بتتميز بأنها غنية أو متشبعة بالأملاح نتيجة لقربها من المياه الجوفية أو البحر، وده عندي هنا البحر المتمثل في البحر المتوسط، وهي رطبة في فصل الشتاء جافة في فصل الصيف. ده كان بالنسبة للنطاق الشمالي، وقلنا ان هو بيتميز بالانخفاض، قلة الانحدار، انتشار السبخات، وجود الكثبان الرملية، وجود بحيرة عرضية اخدة الشكل المستطيلي متمثلة في بحيرة البردويل، بالاضافة الى وجود القباب او التلال زي تل الحلال والمغارة والجد. وقلنا القباب والتلال دي ناتجة عن حركات باطنية متمثلة، برافو عليكم، متمثلة في حركات الالتواء. تاني نطاق عندي هو النطاق الهضبي، القسم الأوسط بيشغله هضبتين متمثلة في هضبة التيه في الشمال وهضبة العجمة في الجنوب، هضبة التيه في الشمال وهضبة العجمة في الجنوب. النطاق الهضبي الأوسط بيشغل حوالي 54% من جملة مساحة شبه جزيرة سيناء. يبقى النطاق الهضبي ما تطرقش لأي خصائص أو مميزات للنطاق الهضبي أو لهضبة التيه وهضبة العجمة، بس كل اللي قاله لي إن مساحتها 54% من كملة مساحة شبه جزيرة سيناء، وبتتمثل أو بتنقسم إلى هضبتين، هضبة في الشمال يطلق عليها هضبة التيه، وفي الجنوب هضبة يطلق عليها هضبة العجمة. القسم الثالث والأخير هو القسم الجبلي، يطلق عليه المثلث الجبلي الجنوبي أو جنوب سيناء، اللي صخوره كلها صخور أركية، بيرجع تكوينها إلى أصل الصخور أصل أركي للزمن الأركي. ده أخد شكل مثلث، قاعدته في الشمال عند دائرة عرض 29 شمالا، رأسه أهو يا شباب، رأسه في الجنوب على البحر الأحمر عند محمية رأس
محمد او عند رأس محمد اللي فيما بعد تم انشاء محمية طبيعية فيها، وهناخد بعدين بالتفصيل يعني ايه المحمية. يبقى المثلث الجبلي الجنوبي يمتد في شكل مثلث قاعدته في الشمال عند دائرة عرض 29، ورأسه في الجنوب على البحر الأحمر عند رأس محمد جنوبا. يفصله وادي فيران عن هضبة العجمة، ادي هضبة العجمة اهي، يفصله عنها وادي يطلق عليه وادي فيران، يفصل عنها وادي يطلق عليه وادي فيران عن الهضبة، هضبة العجمة التي تقع في الشمال. طب هو بيتميز بقى بإيه؟ أهم خصائصه، أهم خصائصه بيتميز بإن هو ينحدر بشدة تجاه الشرق اللي هو خليج إيه يا مس؟ هو خلاص محصور ما بين خليج العقبة وخليج السويس. خليج العقبة ده في الشرق وخليج السويس ده الغرب. ينحدر بشدة تجاه خليج العقبة أو أقول عليه الشرق، وينحدر انحدار تدريجي تجاه خليج السويس. أقول تاني الحتة دي يا شباب، ينحدر بشدة تجاه خليج العقبة وينحدر انحدار تدريجي تجاه خليج السويس، فيترك سهلا ساحليا متسعا يسمح بقيام الزراعة موازي لخليج السويس يطلق عليه سهل القاع. تاني كده يا مس، تاني. الجبال بتتميز بأنها تنحدر بشدة زاوية قايمة كده تجاه الشرق أو تجاه خليج العقبة، فتترك سهلا ساحليا ضيقا جدا لا يسمح بقيام أي نشاط من الأنشطة زي مثلا الزراعة أو غيرها. لكن جهة الغرب ينحدر انحدار تدريجي تجاه الغرب أو تجاه خليج السويس، فيترك سهلا ساحليا متسعا يعرف باسم سهل القاع، وده بيبقى موازي لخليج السويس. اقول تاني، ده غير ان بتقطعه من اهم الظواهر بقى، لو بصينا بتقطعه مجموعه من الاوديه زي وادي سدر ووادي فيران ووادي وتير. ادي وادي وتير على الخريطه اهي، شايفينه؟ ادي وادي سدر، وعندي وادي فيران اللي بيفصل ما بينه وما بين هضبه العجمه في الشمال، وعندي وادي وتير. بيضم مجموعة من القمم الجبلية العالية، أعلى قمة جبلية فيه هي قمة جبل سانت كاترين، ودي مش أعلى قمة جبلية بس في المثلث الجبلي جنوب سيناء أو في شبه جزيرة سيناء، لا ده أعلى قمة جبلية في مصر على الإطلاق، لأن إحنا لسه قايلين أعلى قمة جبلية في جبال البحر الأحمر هو الشايد، وقلنا إن ارتفاعه تقريبا، مع إن إحنا مش بنحفظ 2000، باخد بس مدلول الرقم 2184 متر. طب وسانت كاترين 2600، احنا قلنا التاني 2100 لكن ده 2642، وبالتالي هو بيعد اعلى القمم الجبليه في مصر لان ارتفاعه بيزيد عن 2642. يبقى ينحدر بشده تجاه خليج العقبه، ينحدر انحدار تدريجي نحو خليج السويس أو نحو الغرب، فيترك سهلا ساحليا متسعا تقام فيه حرفة الزراعة. خلاص، تقطعه مجموعة من الأودية زي وادي وتير، وادي وردان، في العديد من الأودية، وقلنا إن وادي فيران بيفصل ما بين وما بين هضبة العجمة. وادي وادي سدر، وادي وتير، وادي وتير في الشرق أو تجاه خليج العقبة، وادي سدر عندي في الجنوب، أسفة وادي في الجنوب عندي وادي فيران، وده بيفصل ما بين المثلث الجبلي جنوب سيناء وهضبة العجمة في الشمال. أعلى قمة جبلية فيه هو جبل سانت كاترين 2642، وهي تعد أعلى قمة جبلية في مصر على الإطلاق، لأن أعلى قمة في جبال البحر الأحمر 2100 اللي هي الشايب، قلنا ان هي حوالي 2184، لكن ده بيتجاوز وبيزيد عن 2642، وبالتالي هو بيعد اعلى قمة جبلية في مصر. معايا مس مرسى؟ مس مرسى حضرتك معانا؟ مع حضرتك يا مس ايمان. اتفضلي يا مس، نحل بس سؤال وبعد كده نتجه على طول للفورم اللي احنا عاملينه عشان نحله مع الولاد. الظاهرة التضاريسية الموجودة بوسط سيناء يرجع تكوينها إلى الزمن. الظاهرة التضاريسية الموجودة
لوسط سيناء، يرجع تكوينها إلى الزمن، يا ترى الزمن الأول، الزمن الثالث، الزمن الرابع، الزمن الثاني. طبعا ميس إيمان هنا هو بيكلمنا عن ظاهرة تدريسية حضرتك لسه شرحها لنا دلوقتي في سينا، اللي هي الهضاب، اللي هي هضبة العجمة وهضبة التيه. هو بيربطها لنا بدرس التكوينات الجيولوجية، وده وارد جدا في الأسئلة. طب هل الظاهرة دي تكويناتها كانت موجودة في الزمن الأول، أو ترجع إلى الزمن الأول، ولا الزمن الثاني، ولا الزمن الثالث، ولا الزمن الرابع؟ طبعا الطلبة محتاجة كده إن هي بسرعة ترجع على الجدول. نعمل ريفرش على الجدول كده ونرجع نشوف هضبة التي وهضبة العجمة بيرجع تكوينها للزمن الكام. بس هو ده كل اللي مطلوب، ان انا اعرف اسم الظاهرة، سواء السؤال ده او اي سؤال تاني، انا المطلوب مني اعرف الظاهرة، ومن الجدول اقدر اوصل للتكوين الجيولوجي بتاعها او الزمن اللي اتكونت فيه. في حد من الطلبة يا مس جاوب عند حضرتك؟ لا لسه. طيب عشان نلحق نقول الامتحان بتاعنا، هضبة العجمة من تكوينات الزمن الثاني يا شباب. السؤال اللي بعديه، أشهر التكوينات الرملية الطولية في صحاري مصر، أشهر التكوينات الرملية الطولية في صحاري مصر تمتد فوق، تمتد فوق يعني موجودة فين؟ هل يا ترى في هضبة مرمريكا، هضبة العبابدة، الهضبة الوسطى، هضبة الجلف الكبير؟ طبعا احنا لسه حالا شارحين الجزء الخاص ب الصحراء، صحاري مصر كلها، وايه اكتر صحراء قلنا ان فيها تكوينات رمليه او كثبان رمليه؟ طبعا كانت الصحراء الغربيه. طيب ايه اشهر تكوين رملي، ايه اشهر تكوين رملي عندنا؟ طبعا كان عندنا، لو الطلبه لسه فاكرين معانا من المراجعه دلوقتي، كان معانا بحر الرمال العظيم، وكان معانا ايه كمان يا ميس ايمان؟ غرد ابو المحاريق. غرد أبو المحاريق. تمام. موجودين فين؟ هم بصفة عامة موجودين في الصحراء الغربية، لكن الصحراء الغربية بتضم 3 هضاب، هل الهضبة الجنوبية ولا الهضبة الوسطى ولا الهضبة الشمالية اللي يطلق عليها هضبة مرمريك. هنفكر بعض كده ونقول إن الهضبة الجنوبية كانت من أهم خصائصها أو من الظواهر اللي موجودة فيها هضبة الجلف الكبير وجبل العوينات. هضبة مرمريكا ده سطحها صخري خالي من التكوينات، وبالتالي هتبقى الإجابة. في حد جاوب عند حضرتك يا مس؟ لا يا مس، نقول على طول عشان ما نضيعش. ويبقى بالتالي هتبقى الهضبة الوسطى هي اللي بتضم المنخفضات وبتضم الكثبان الرملية أو الغطاءات النباتية، يعني الغطاءات الرملية، سواء متمثلة في بحر الرمال العظيم أو في الغرد زي غرد أبو المحاريق. اتفضلي. في أي المناطق التالية تتوقع قيام الزراعة؟ في أي المناطق التالية تتوقع قيام الزراعة؟ يا ترى هضبة مرمريكا، ولا بحر الرمال العظيم، ولا منخفض القطارة، ولا إقليم مريوط؟ طبعا عشان يبقى في زراعة لازم يبقى عندي متوفر عندي مصدر للمية، سواء مصدر كانت المياه. المية دي مية أمطار أو مياه جوفية تقدر تخليني أقدر أزرع. طيب مين هنا من يعني مثلا لو قلنا هضبة مرمريكا احنا لسه قايلين صحراء صخري لا تصلح اصلا للزراعه، بحر الرمال تكوينات رمليه كثبان رمليه صعب جدا الزراعه فيها، تربه فقيره يعني ما تحتفظش اصلا بالميه، منخفض القطاره منخفض جدا، ده اعمق المنخفضات المصريه اصلا. طيب اعتقد كده واحنا بنشرح قلنا اقليم مريوط. ليه اقليم مريوط؟ عشان هو على البحر المتوسط او بيطل على البحر المتوسط، وبالتالي هنعرف في الدرس الجاي بتاع المناخ انه بتسقط عليه امطار، وبالتالي هو أنسب مكان ممكن تقام فيه الزراعة. السؤال اللي بعده مس إيمان. السؤال اللي بعديه بيقول، إذا سرت في خط مستقيم من جبل العوينات حتى السلوم، فإنك ستمر بكل الظواهر الآتية ما عدا. تاني كده، إذا سرت، شفتوا يا شباب، شفتوا وأنا بقرأ إزاي شيء لا إرادي، من غير ما أنا بقرأ مع نفسي السؤال عشان أقدر أستوعبه، وده اللي أنا عايزين نوصله، سواء أنا أو المس، نوصله للشباب اللي معانا. حضرتك عشان تجاوب السؤال صح، أنا مش عيب إن أنا أقراه مرة واتنين وتلاتة لحد ما أستوعب فكرة السؤال وأشوفه هو عايز يستثني ظاهرة. هو بيقول لي كل الظواهر اللي موجودة دي أنت هتشوفيها إلا ظاهرة واحدة فقط مش هتبقى معايا. إذا سرت في خط مستقيم من جبل العوينات حتى السلوم، جبل العوينات ده اللي بيقع في الجنوب على الحدود المصرية الجنوبية مع السودان، 22
وخط طول 25. لو مشيت مع خط طول 25 من جبل العوينات حتى السلوم، فإنك ستمر بكل الظواهر الآتية ما عدا ظاهرة. وده يا مس بقى يبقى محتاجنا إن احنا نفتح على طول خريطة مصر. أعتقد إن المس حطها لنا فوق خالص كأول الامتحان أهو، وده اللي هو عايزه. من جبل العوينات همشي خط مستقيم، شايفين يا شباب الناس اللي بدأت تفتح معايا الخريطة عشان تطلع الإجابة، أو حتى الناس اللي مش مستوعبة أو مش قادرة تعرف أطلع الإجابة إزاي. إحنا زي ما قلنا 100 مرة، أنا ما يهمنيش الإجابة على قد ما يهمني الطريقة اللي هطلع بيها إجابة السؤال عندي. أنا ممكن أديك إجابة السؤال على طول، بس إحنا عايزين حضرتك إزاي أطلع الإجابة. لو أنا مش معاك أو لو مس مرسة مش معاكي، هتقدري تطلعي الإجابة إزاي؟ الخريطة هتبقى قدامي، هحط إيدي على الظاهرة اللي موجودة عندي من الجنوب نحو الشمال، هذا جبل العوينات، همشي في خط مستقيم لحد ما أوصل للسلوم، وبص بقى على البدايل اللي موجودة عندي، إيه هي الظواهر اللي هشوفها وإيه هي الظواهر اللي مش هتبقى موجودة. بيقول لي بحر الرمال العظيم، منخفض سيوة، هضبة الجلف الكبير، غرد أبو المحاريق. بحر الرمال العظيم، منخفض سيوة، هضبة الجلف الكبير، غرد أبو المحاريق. اتفضلي يا مس. أحمد جاوب الإجابة صحيحة، غرد أبو المحاريق. ده كده برافو عليك إجابة يا أحمد. السؤال، برافو. طيب السؤال اللي بعده، يعد العامل المسؤول عن تكون غرد أبو المحاريق. طبعا إحنا متفقين من ساعة ما درسنا كل الكثبان الرملية اللي اتكونت في الصحراء الغربية في درس عوامل تشكيل سطح مصر، إنه المسؤول عن تكون الكثبان الرملية هو الرياح، وتحديدا في مصر الرياح الشمالية الغربية. ايه اللي هنا ممكن نقول انه متناسب مع الاجابه؟ طبعا هو التعريه الهوائيه او التعريه بفعل الرياح. اتفضلي. عشان نحت ونقل وارسال الغرود او غرد ابو المحاريق او بحر الرمال العظيم، الكثبان الرمليه، الغطاءات الرمليه، نتاج عمليه الارسال من التعريه الهوائيه. لكن المنخفضات طبعا مع تضافر اخرى عمليه نحت، يبقى المنخفضات نحت. لكن التجمعات الرملية أو الكثبان الرملية أو الغطاءات الرملية سواء غرود أو بحر الرمال العظيم إرساب، عشان إحنا شفنا السؤال ده متكرر. السؤال اللي بعديه، يتشابه النطاق الساحلي، النطاق الساحلي للصحراء الغربية مع ساحل البحر الأحمر في، يتشابه النطاق الساحلي. أنا ممكن أشيل كلمة النطاق الساحلي ده وأحط إقليم مريوط، أو أشيله خالص وأقول يتشابه النطاق الساحلي على ساحل البحر المتوسط مع ساحل البحر الأحمر فيه، هما الاتنين متشابهين في إيه؟ هل يا ترى في الشروم، وجود الشروم، وقلنا إن الشرم هو زي الخليج بالظبط، جزء من الماء ممتد داخل اليابس ولكنه أعمق وأطول وأضيق، طويل وعميق وضيق. الخلجان، الرؤوس الأرضية، قلنا الخلجان جزء من المياه ممتد داخل اليابس، أما الرؤوس فهي نطوق صخري جزء من اليابس ممتد داخل الماء زي رأس ضبعة ورأس الحكمة ورأس علم الروم، رأس رشيد، رأس دمياط، رأس البرولوس. الجبال الانكسارية، وقلنا الجبال الانكسارية دي نتاج حركات باطنية رأسية وأفقية تحدث في باطن الأرض، ومثال على كده عندي في مصر جبال البحر الأحمر. ولا الشواطئ الرملية، ودي برضو ناتجة عن التعرية البحرية نحو نقل وإرسال، ولكن بفعل البحر سواء الأمواج أو التيارات البحرية، دي كلها من العوامل أو المد والجسر اللي أدت إلى تكون الشواطئ الرملية. فهو هنا السؤال بيقول لي يا ترى ساحل البحر المتوسط اللي بتطل عليه الصحراء الغربية اللي هو إقليم مريوط أو النطاق الشمالي أو النطاق الساحلي وساحل البحر الأحمر بيتشابهوا في إيه؟ هل في الشروم ولا الخلجان والرؤوس الأرضية ولا الجبال الانكسارية ولا الشواطئ الرملية؟ حد عند حضرتك يا مس؟ لا يس. طيب تمام، هيبقى احنا لو بصينا على ساحل البحر الاحمر وساحل البحر المتوسط هلاقي ان هما الاثنين بيتشابهوا في ايه؟ بيتشابهوا في وجود الخلجان والرؤوس الارضيه. الخلجان والرؤوس الارضيه، الخلجان والرؤوس الارضيه. تمام. ينتمي جبل حماطة في تكوينه إلى الزمن الجيولوجي
يا ترى الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الارضي؟ مبدئيا جبل حماطه لسه الميس قايله لنا من سلسله جبال البحر الاحمر، ده اولا. ثانيا هو عايز تكوين الصخور نفسه، هو مش عايز جبل حماطه تكون امتى، والحته دي يعني نبهنا ليها اكتر من مره. تطرقنا ليها ايضا. الجبال نفسها اتكونت في عصر الاوليجوسين، احد عصور الزمن الجيولوجي الثالث، وده كان نتيجه حركات التصدع القويه. لكن هو عايز تكوين الصخور نفسه، واحنا متفقين بقى ان قاعده الصخور المصريه كلها كانت ايه؟ اللي منها جبال البحر الاحمر وجبال جنوب سيناء. طبعا يونيس كانت صخور اركيه. في حد من الطلبه بتوعنا او في بعض الطلبه بتوعنا بيقولوا ان هم يعني عايزين مراجعه على الازمنه الجيولوجيه، احنا بنوعدكم ان تمام. شاء الله ان احنا بعد ما نخلص درس الاسبوع اللي جاي اللي هو المناخ في مصر، كده كده هنعمل مراجعه على كل المنهج بتاع الشهر كله اللي المفروض هيبقى داخل في الامتحان. امتحان كده معانا كده ان شاء الازمنه الله. هتتراجع ان شاء الله. ان شاء الله. اللي طيب بعده، السؤال اللي بعديه: من الاشكال التضاريسيه التي تمر بها دائره عرض 28 شمالا. هنا زي ما المس قالت لنا، وارد جدا ان هو يربط لي درس او اكتر مع بعضه في المنهج، لان الامتحان اصلا قائم على الربط والتحليل والاستنتاج. هنا رابط لي اول درس اللي هو درس الموقع لما خدنا الاحداثيات، رابطه لي كمان حتى بالدرس التمهيدي خالص، احداثيات الخريطه، خطوط الطول ودوائر العرض، مع الدرس بتاعي اللي هو الاشكال التضاريسيه. وهنا بيعتمد اعتماد كلي على قراءه الخريطه. يعني السؤال ده عايز اجيب خريطه لمصر واحط ايدي على دائره عرض، او احط القلم بتاعي على دائره عرض 28 شمالا يا شباب، شمال خط الاستواء، ومر كده بالمسطره او بالقلم واشوف الظاهره التضاريسيه اللي بيمر بيها دائره عرض 28. واحنا هو بناكد على طريقه الاجابه، طريقه حل السؤال، وليس الحل في حد ذاته هدفنا. احنا هدفنا احل ازاي السؤال عشان لو حضرتك لوحدك تعرف تجاوب. طبعا عندي البدائل اللي موجوده: جبل سانت كاترين، انا عارفه ان كلكم شباب من غير ما تقروا البدائل فتحتوا على الخريطه، ومن 22 بدانا نعد اهو. احنا بعد اذن اسمك بس هنجيب الخريطه اللي موجوده عندنا للمس، الحمد لله جابتها لنا. ادي 22، هفضل اعد معايا. 22 هو متغافل عن 23، احنا اتفقنا ان هو بيكتب لي الارقام الزوجيه. 22 24، برافو عليكم. 25 حاطط نقطه بس. 26 27 حطيت لي نقطة مكانها. 28 هو ده السؤال اللي احنا عايزينه، ومشيت معاه كده هو بالعرض زي ما انا ماشية كده، تمشي بالمسطرة وتقف عنده وتقول لي، هو بيقول لي بقى الظاهرة التضاريسية اللي بيمر بيها. هو هيمر بظواهر تضاريسية كتيرة يا مس اهو. تمام، ارجعي بقى للبدايل وشوفي هو عايز ايه منه. شايفين خط عرض 28 شمالا؟ هو ده. احنا بس حابين نوصل الفكره بتيجي ازاي. ادي الخط بتاعي. طب نرجع بقى لراس السؤال تاني واشوف هو طالب مني ايه بالظبط. هو عايز، احنا كنا بنحل السؤال رقم 9، من الاشكال التضاريسيه عايز مجموعه من الجبال. هل جبل سانت كاترين ولا جبل علبه ولا جبل العوينات ولا جبل المغاره؟ طب واحده واحده كده. جبل المغاره ده يا مس موجود في شمال شبه جزيره سيناء، نقول عليه من التلال القطبية اللي موجودة في النطاق الشمالي لشبه جزيرة سيناء. جبل العوينات موجود في أقصى جنوب غرب مصر في الصحراء الغربية، في أقصى جنوب، حتى احنا اتفقنا ان هو تبع الهضبة الجنوبية. جبل علبة، وتكرر اسمه قبل كده، وعلى فكرة النطق الصحيح ليه جبل علبة مش علبة، هو النطق الصحيح ليه جبل علبة، ده ضمن جبال سلسلة جبال البحر الأحمر، وده موجود في أقصى جنوب جبال البحر الأحمر، وهنتطرق اليه واحنا بناخد الغطاءات النباتيه او النبات الطبيعي في مصر. جبل سانت كاترين احنا لسه اخدينه يا مس دلوقتي، وهو بيعتبر من جبال شبه جزيره سيناء، المثلث الجبلي جنوب شبه جزيره سيناء، وده اعلى قمه جبليه مش في سيناء بس، لا ده في مصر كلها، وفعلا بيمر بيه دائره عرض 28. وتبقى الاجابه عندي. في حد وصل يا مس الاجابه؟ لا. وتبقى الاجابه عندي جبل سانت كاترين. اتفضلي يا مس. ممكن ناخد تحت شويه كده يا ميس، في اسئله عندنا يعني طيب عايزين ناخد خلاص، مقالي شويه. ناخد سؤال مقالي. احنا كده حاضر كده هنسيب اللينك في الشات. تمام طبعا، واحنا هنتلقى الاجابه منكم. طيب ناخد السؤال ده يا مس على اساس ان هو جايب لي صوره، وده صورة غالبا بيجي في الامتحان.
بيجيب لي تمام. صورة وبيبقى طالب مني اللي الصورة بتعبر على ايه واحلها. اتفضلي يا مس. الظاهرة التي أمامك، الظاهرة التي أمامك أحد الخصائص التي تميز، يبقى هو جايب لي صورة زي ما مس جايبها لنا، هي الظاهرة التي أمامك أحد الخصائص التي تميز يا ترى الصحراء الغربية ولا الصحراء الشرقية ولا الوادي ولا الدلتا؟ طبعا اللي قدامنا دي زي ما احنا شايفين يا أولاد هي تكوينات رملية، تكوينات رملية، وبالتالي احنا لسه حالا من شوية كنا بنقول إنه أكتر جزء تضاريسي في مصر يتميز بوجود الأشكال والتكوينات الرملية بكثرة هو الصحراء الغربية، الصحراء الغربية. وارد جدا برضو يجيب لي صورة مثلا للشعب المرجانية ويقول لي يا ترى دي ظاهرة اتكونت مثلا في أي الأزمنة الجيولوجية، يبقى احنا طبعا نبقى مصحصحين للحاجات دي. ربط صورة بسؤال. احنا بس السؤال اللي حابين نجيب الصورة ونجيب عليها السؤال اهو، عشان لما تشوف صورة او خريطة ما تتخضش وتقول ان السؤال صعب، او شايفين السؤال بسيط لكن هو بس شكله اللي ممكن يخضنا. اتفضلي يا مس. السؤال كمان بقى مقالي. تمام يا مس، السؤال اللي رايح حضرتك. اتفضلي. يعد النطاق الشمالي لشبه جزيرة سيناء من المناطق الصالحة للزراعة، هل تؤيد العبارة ولماذا؟ طبعا احنا لسه الناس كانت بتشرح لنا في الجزء الشمالي او النطاق الساحلي الشمالي لشبه جزيرة سيناء، وقالت لنا عنه ان هو في كثبان رملية، والكثبان الرملية دي علشان كل ساحل البحر المتوسط بتسقط عليه امطار، لما هنعرف ان شاء الله في الدرس اللي جاي في المناخ، بس عموما احنا كلنا عارفين انه في امطار على سواحل البحر المتوسط في الشمال، فالامطار ديت الكثبان الرملية بتمتصها وتتخزن في باطنها، فبالتالي أنا كده عندي خزانات طبيعية لمياه الأمطار، فبقى عندي حاجة اسمها يا أولاد مياه جوفية. فطبعا شيء طبيعي جدا إنه ممكن النطاق الشمالي تقوم في حرفة الزراعة. فلو قال لي هل تؤيد، طبعا أؤيد هذه العبارة. طب ليه أؤيد هذه العبارة؟ بسبب وجود الكثبان الرملية التي تعد خزانات للمياه أو مياه الأمطار في صورة مياه جوفية، في صورة مياه جوفية. اتفضلي يا مسيح. تمام. طب هنكتفي بس بآخر السؤال ده كده يا شباب عشان بس الوقت، وزي ما مس مرسى قالت هتحط لكم إن شاء الله اللينك في الشات ونتلقى الإجابة بتاعتها. السؤال هنا بيقول لي: في رأيك كيف يمكن الاستفادة من الأودية الجافة في الصحراء الشرقية؟ إحنا قلنا إن الأودية الجافة دي يا شباب دي الأودية اللي ناتجة عن نحت ونقل وإرسال للمياه للجريان المائي، ولكن عن الأمطار اللي سقطت على هيئة سيول فوق الجبال، فوق جبال البحر الأحمر، فحفرت لها طريق ونحتته، نحتته اهو بالاسم نحتت ثم نقلت، وهي بقى بتنجرف بتجري في التربة معاها، فهتنزل على الوادي. الوادي ده اللي فيه أراضي زراعية، فيه قرى، فيه مدن، فيه كباري، فيه بشر عايشين، فالمياه اللي مجروفة دي بالتربة دي هتؤدي إلى إيه؟ والحصى بتاع الجبال ده هيؤدي الى التشريد وغرق الاراضي الزراعيه وتدمير الطرق والكباري وغرق القرى، دمار شامل وتشريد الالاف والملايين. طب الحل ايه؟ الحل ان انا اعمل سدود على مخرات او فتحات الاوديه الجافه، في حين ما سقطت امطار او سقطت سيول بقفل السدود دي وبخزن الميه عندي واستخدمها وقت الحاجه لعمليه الزراعه او عمليه تربيه الحيوان. يبقى انا اقدر استفيد منها عن طريق عمل سدود لحجز المياه واستخدامها في عمليه الزراعه او عمليه تربيه الحيوان. تمام كده يا شباب، وبكده يبقى خلصنا مع بعض التضاريس. هنحط اللينك بتاع الفورم او بتاع الامتحان ونتلقى اجاباتكم. الحصه الجايه ان شاء الله هيبقى معانا المناخ. شكرا ليكي يا مس مرسى، شكرا للدعم الالكتروني، شكرا لكم يا شباب. سلام عليكم.